نظم العشرات من أهالي وأمهات المخفيين قصرا في السجون التابعة لقوات الحزام الأمني ودولة الإمارات وقفة احتجاجية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بالعاصمة المؤقتة عدن، تضامنا مع أبنائهم المعتقلين بسجن بئر أحمد. ورفع المحتجون صورا لذويهم المخفيين قصرا ولافتات كتبت عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي بمقدمته الإمارات بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم إذا لم يثبت عليهم شيء. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا في عدن أدهم فهد. أدهم، يعني دعنا في تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت اليوم، ماذا لديك من جديد حول ذلك؟ طبعا هذه الوقفة ليست بجديدة، لكن الجديد اليوم أن هذه الوقفة تأتي بالتوازي مع الإغراب عن الطعام الذي بدأه المخفيون قصرا في سجن بئر أحمد منذ صبيحة أمس السبت. هذا الإغراب اليوم يدخل يومها الثاني، ومعه باشر الأهالي المخفيين قصرا بتنفيذ وقفة احتجاجية يطالبون مشان الصليب الأحمر الدولي بالتدخل لوقف معاناة ذويهم. نعم، أبرز الشعارات التي رفعت في هذه الوقفة التي تبلور أيضا مطالب المحتجين، ماذا كانت؟ طبعا الأهالي المخفيين قصرا يطالبون منذ أكثر من عام ونصف بفتح المحاكم وتحويل ذويهم إليها بدلا من إخفائهم قصرا دون أن يتم التحقيق معهم أو توجيه حتى تهم محددة لهم. أهالي المخفيين لا يطالبون بالإفراج دون أي شرط، أهالي المخفيين يطالبون بالعدالة وليس غير العدالة. نعم. فتح المحاكم هو المطلب الرئيسي والأول لهم حتى الآن، وأيضا الكشف عن مصير أبنائهم. حتى الآن السلطات عدن ومن فوقها دول التحالف ممثلة بدولة الإمارات لا تعترف بوجود مثل تكون، وهو نعم. أيضا ما يمثل معضلة لدى أهل المخفيين. نعم، هل لديك أي معلومات حول مبررات السلطات لتقديم المعتقلين للقضاء؟ هل هناك أي معلومة خاصة لديك؟ حاليا لا توجد اي معلومات. واما بالنسبه للمعتقلين في سجن بئر احمد وباقي السجون السريه، السلطه الامنيه لم تعترف بوجود هذه السجون اساسا. نعم، مراسلنا مراسلنا من عدن ادهم فهد، شكرا جزيلا لتواجدك معنا لهذا النهار.